بات بإمكان كل عشاق سباقات الفورمولا 1 داخل قطر وخارجها شراء تذاكر سباق قطر جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى التي ستقام من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل على حلبات لوسيل الدولية التي أعيد تطويرها مؤخراً. وسيكون أمام المشجعين فرصة لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافل بأجواء الإثارة والفعاليات وأنشطة ترفيهية، ويمكن اختيار الحضور لثلاثة أيام أو يوم واحد، فيما ستقدم تذاكر دخول عام مجانية ليوم الجمعة للأطفال تحت 12 عاما مع مقعد مجاني في المدرجات. المدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية والرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية عمرو الحمد تحدث عن الخيارات المتعددة للتذاكر وتطوير الحلبة لزيادة السعة الاستيعابية. حصلنا ان هي فرصة جدا جيدة ان احنا نسوي تطوير كامل للحلبة. تم اعادة رصف الحلبة، طريق الحلبة، تجربة المتسابقين كلها بتتبدل بما ان في مناطق صيانة البيت ستوبس كلها تبدلت لتتناسب مع المتطلبات الموجودة من حيث القياسات. طبعا صارت الحين كلها موافقة مع متطلبات الفورمولا 1. العدد الإجمالي للمشاهدين اللي بيكونوا او نطمح انه يكون موجود هو اكثر من 52,000 مشاهد في اليوم الواحد. اقترحنا الايرلي بيرد سيلز تيكتس، ومبين من الحين من المبيعات اللي صارت انه ان شاء الله على الاقتراب لوقت السباق ان نوصل لمرحله الفولي سولد. هذا وقال حمد البدر مدير مشروع حلبة لوسيل بهيئة الأشغال العامة ان المشروع يهدف الى انشاء وتجديد مدرجات الجماهير لتتسع الى 40,000 متفرج وزيادة عدد المواقف لاستيعاب 10,000 سيارة. فيما تحدث ستيفن رينولدز النائب الأول لرئيس شركة اكتشف قطر عن العروض المميزة والحزم لجذب الجماهير من كافة